مرحبا، انا محمد مصطفى من الصف اول الف. درسنا اليوم عن فصول الأربعة في السنة، أربعة فصول: ربيع، صيف، خريف، شتاء. في الربيع يكون الطقس جميل، يكون الجو دافئا، تنمو النباتات والأزهار. فصول الصيف وأشد حرارة بين الفصول، الطقس فيه جاف ومشمس. فصل الخريف يكون الطقس معتدلا، تسقط أوراق الأشجار وتتغير ألوانها. فصل الشتاء هو أشد البرودة، تتساقط الأمطار وأحيانا الثلوج. إلى اللقاء يا أصدقائي.